السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما هي نصيحتكم للأب والأم والمدرسة في تربية الأبناء؟ النصيحة للجميع يوجه الأبناء إلى طاعة الله وأن يعلموا الأخلاق الفاضلة والكلمات الطيبة وأن ينصحوا في طلب العلم والتفقه في الدين والمحافظة على الصلاة وعلى حسن الخلق مع الوالدين ومع الأقارب ومع الزوار والضيوف وعلى الوالد والوالدة أيضا أن يكون مثالا صالحا لأولادهما في الأخلاق الفاضلة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والحذر من المحرمات كالمسكرات والدخان وحلق اللحية وأشبه ذلك. على الوالد أن يكون مثالا طيبا لأولاده في سيرته الطيبة وفي محافظة على الصلاة في الجماعة وفي توفير حياته وفي اجتنابه المعاصي. وهكذا الأم كل منهما عليه يكون مثالا طيبا في الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والحذر من المعاصي. نسأل الله للمسلمين الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.